المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من قناة النصر 24 إليكم نشرة الأخبار، هذه عناوينها. الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزوبي باهيم ديبي يدعو إلى الاهتمام بالعمل واحترام القانون وبسط هيبة الدولة. الحكومة السودانية تعلن اكتمال استعداداتها الفنية والإدارية لجولة المفاوضات المقبلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأن قوات أمريكية ستصل إلى المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع المقبلة. مجلس النواب العراقي يقر بإلغاء قانون الامتيازات المالية للمسؤولين بالدولة. إلى تفاصيل الأخبار. إنشاء أول مسلخ بمواصفات عالمية بتشاد للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية، والذي من شأنه أن يعزز الاقتصاد كما يسهم في الحد من البطالة وسط الشباب بإيجاد فرص عمل وعيش كريم. هذا وقام وزير الدولة برئاسة الجمهورية كالزوبي باهيم ديبي يرافقه وزير الثروة الحيوانية جيانغ سواري بزيارة تفقدية للمسلخ للوقوف على سير العمل. خلال لقائه مع المسؤولين الإداريين، شدد وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزوبي باهيم ديبي على الاهتمام بالعمل وبسط هيبة الدولة واحترام القانون، داعيا للعمل بجهد وأمانة للنهوض بالمجتمع في مجال الخدمة العامة. هذا وحث وزير الدولة العاملين بالابتعاد عن الاختلاسات المالية التي من شأنها تعطيل سير العمل. وعلى ذات الصعيد، التقى الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزوبي ديبي المسؤولين العسكريين، داعيا إلى تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لإحداث التنمية المنشودة. أعلنت الحكومة السودانية اكتمال استعداداتها الفنية والإدارية للدخول في جولة المفاوضات المقبلة مع حركات الكفاح المسلح في جوبا، وأعلنت قبولها بالطلب الذي قدمته الوساطة بتأجيل المفاوضات حتى 10 ديسمبر القادم. وأكد عضو المجلس الانتقالي محمد الحسن التعايشي الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للسلام عقب اجتماع المجلس بالقصر الجمهوري، أكد أن الحكومة عكفت عقب عودة وفدها المفاوض من جولة المفاوضات الأخيرة في جوبا على وضع تصور كامل لملفات التفاوض لإحداث السلام الشامل. تؤكد أنها مستعدة للدخول في جولة المفاوضات الجديدة، مستعدة لذلك فنيا وإداريا. عكفت الحكومة من فترة طويلة بعد العودة من مفاوضات جوبا الأخيرة لوضع التصور الكامل لملفات التفاوض بمسارات المختلفة، وكذلك عكفت على التواصل والنقاش مع كثير من المجموعات ذات الصلة بعملية السلام، سواء كان منظمات مجتمع مدني أو قوى سياسية أو أصحاب المصلحة من العملية بتاعة السلام. كان مقرر مواعيد التفاوض يوم 21 نوفمبر. طلبت الوساطة تأجيل المفاوضات إلى يوم 10 ديسمبر. وبالنسبة لنا الحكومة قبلت هذا التأجيل، ولكن بنتطلع لأنه تعود المفاوضات في المواعيد المحدد لها الجديدة لتبدأ العملية بتاعة التفاوض وإجراءات النقاش حول قضايا الحرب والسلام في السودان. الحكومة تؤكد أن هذه المرة فرصة النقاش والوصول إلى سلام كامل وشامل يعالج المشكلات التي سببت الحرب وأدت إلى عدم الاستقرار السياسي وضعف التنمية وانعدام التنمية في كثير من مناطق السودان. الحكومة أعدت كل الملفات بهذا الشأن، وهنالك فرصة كبيرة جدا في السودان في هذا الوقت بالذات بعد ثورة ديسمبر أن يصل الناس
إلى سلام شامل وكامل يفتح الطريق أمام البلد نحو التغيير الكامل وإيقاف الحرب وفتح البلد نحو الديمقراطية الكاملة. استمع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إلى عدد من التقارير قدمها عدد من الوزراء، حيث قدم وزير الري والموارد المائية تقريرا حول اجتماعات اللجان الفنية لسد النهضة. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الاجتماعات تهدف إلى معالجة القضايا الخلافية بين الدول الثلاث حول سد النهضة، مؤكدا أن وزير الري أشار إلى أن الاجتماعات كانت إيجابية وشهدت تقدما ملحوظا في النقاط مثار الخلاف. تم حصر النقاط بعد التفاوض الستة، وكل بلد قدم يعني وجهة نظره حولها، مؤكد ما تزال في بعض النقاط خلافية. حيتواصل التفاوض في 3 اجتماعات فنية قادمة حتى 15 يناير حسب الاتفاق الموقع عليه من قبل إعلان المبادئ يعني، واللي بينص على أنه إذا تم حل الخلافات حتى 15 يناير في الاجتماعات الفنية كان بها، إن لم يكن سيتم رفع الأمر إما إلى رؤساء الدول أو إلى تدخل طلب تدخل وسطاء. قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن الحصار على إيران اشتد ويستمر من عام إلى عامين، واعتبر خامنئي أن الاحتجاجات التي اندلعت بعد رفع أسعار الوقود هي مسألة أمنية وليست من صنع الشعب حسب تعبيره، مضيفا أن على الأعداء والأصدقاء العلم بأن إيران تصدت للعدو عسكريا وسياسيا. من جانبها دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي المجتمع الدولي إلى إدانة الإرهاب الإلكتروني الإيراني ومحاسبة من تثبت إدانته. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن ترسانة إيرانية أو ترسانة إيران البالستية باتت الأهم في الشرق الأوسط. ورأت وكالة الاستخبارات العسكرية التابعة للبنتاغون في تقرير لها أن إيران تملك برنامجا ضخما لتطوير الصواريخ، ولا تزال ترسانتها البالستية تتطور حجما ونوعا رغم كل ما بذلته الدول الغربية من جهود خلال العقود الماضية للحد من تطوير إيران من أسلحتها النووية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قوات أمريكية إضافية ستصل خلال الأسابيع المقبلة إلى المملكة العربية السعودية، تشمل رادارات وأنظمة صواريخ لتعزيز الدفاعات الجوية. وفي رسالة الرئيس الأمريكي ترامب للكونغرس قال إن إيران تواصل تهديدها للمنطقة عبر استهدافها لمنشآت النفط. كما أبلغ ترامب الكونغرس رسميا بإرسال 3000 جندي أمريكي إلى السعودية لمواجهة سلوك إيران العدواني. أقر مجلس النواب العراقي قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة، وشمل القانون الجديد عدة قرارات أهمها إلغاء المنح المالية التي خصصت لبرلمان عام 2005 والتي عرفت بفقرة التحسين المعيشي للنواب. كما منع البرلمان تخصيص مبالغ مالية للعلاج بجميع مؤسسات الدولة. النشرة انتهت، هذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. الأمين العام برئاسة الجمهورية كالزوبي باهيم ديبي يدعو إلى الاهتمام بالعمل واحترام القانون وبسط هيبة الدولة. الحكومة السودانية تعلن اكتمال استعداداتها الفنية والإدارية لجولة المفاوضات المقبلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأن قوات أمريكية ستصل إلى المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع المقبلة. مجلس النواب العراقي يقر بإلغاء قانون الامتيازات المالية للمسؤولين بالدولة. من قناة النصر 24 قدمت إلى حضراتكم نشرة الأخبار. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.